الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا شباب في هذه الدورة اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، وهي بعنوان الرجل الألف. وبإذن الله تعالى راح نتناول في هذه الدورة ثلاثة محاور أساسية: مفاهيم خاطئة حول الرجولة، مفهوم الرجولة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك ظاهرة التفاهة الموجودة اليوم في العالم وشلون نتعامل معها. أول ما أبي أبدي هذه الدورة ودي أطرح عليكم سؤال. طيب، لو فرضنا أن هناك مباراة بين ثلاث لاعبين ضد 100 لاعب، فقط هذا المعطى اللي عندنا، ثلاثة ضد 100، من المرشح إنه يفوز في هذه المباراة؟ اللي يقول الثلاثة على 100 يرفع يده، اللي يقول 100 على الثلاثة يرفع يده. بالإجماع، بالإجماع إن 100 لاعب يفترض إنهم يفوزون على ثلاثة. أصلاً إذا مباراة 11 ضد 11 وانطلق لاعب، من الفريق اللي تصير عنده أفضلية في الفوز؟ 11. إذا انطلقوا اثنين، احتمالية في الفوز تصير أكبر حق الفريق المكتمل، صح؟ ثلاثة لا، مباراة راح تصير 5-0 6-0. فما بالك مباراة 100 ضد 3، يعني الفرق كم لاعب؟ 97 لاعب. هذا رقم كبير، أصلا مستحيل تقام هذه المباراة محسومة مسبقا، صح؟ هذه التجربة صارت في الواقع في اليابان، سووا تجربة مباراة تجمع 100 لاعب طفل ضد ثلاث لاعبين محترفين، من يفوز بهذا المشهد؟ هذيل الثلاثة ضد 100، حتى لو كانوا محترفين الثلاثة، المباراة كانت ممتعة جدا. زين، خلينا نشوف منها لقطات. ثلاث لاعبين من لاعبين المنتخب الياباني، يعني مارون 100 طفل. شوف الواحد الحين قاعد يطوف، يمكن طاف 40 واحد. توها بادئ المباراة، صار في مساحات. لاحظ بس ثلاث لاعبين. تتوقعون كم انتهت النتيجة في هذه المباراة؟ كم توقع انتهت النتيجة؟ انتهت المباراة بنتيجة 3-2. 3-2 حق منو؟ لا، حق المحترفين. انتهت المباراة 3-2 لصالح المحترفين، ثلاثة فازوا على 100. السؤال اللي تو عرضناه سؤال ناقص، لما قلنا من يفوز، الأمية ولا الثلاثة؟ طبيعة الحال راح نقول الأمية، لكن لما نزيد المعلومات نقول هذيل الأمية أطفال وهذيل الثلاثة لاعبين منتخب، ممكن الحسبة شنو؟ تتغير. ليش؟ لأن الناس يا شباب، الناس ما يحسبون بالأرقام والأعداد، كل شيء له وحدة قياس، في شيء يقاس بالوزن. مثل شنو؟ ما أسمع. الحديد. زي في شيء يقاس بالملي، مثل الماي والسوائل، كل شيء له وحدة قياس. من الخطأ أن نظن أن الناس يقاسون بأعدادهم، لا، الناس يقاسون نوعياتهم. لذلك عندنا في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الله يقول أن 20 يقدرون يغلبون 200، يعني معناته الواحد يقدر يغلب كم؟ 10. الآية تقول أن واحد يستطيع أن يهزم 10، وإن يكن منكم
مئة يغلب ألفا، بل واحد ممكن يغلب عشرة. بعدين الله سبحانه وتعالى خفف هذا الحكم، قال فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، يعني الواحد يغلب كم؟ اثنين. الناس ما يقاسون بالأعداد، الناس يقاسون بالنوعيات. لذلك في هذا الحديث العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شلون ننظر إلى الناس نظرة عميقة. سأل مرة أصحابه عن رجل، قال لهم ايش رايكم بفلان؟ فقالوا هذا إذا قال حري بأن يسمع، يعني الناس تسمع كلامه، تهتم حق كلامه. وإذا خطب، إذا راح خطب بنت عشان يتزوجها، حري بأن ينكح يزوج، من يرد هذا؟ وإذا شفع، إذا توسط، حري بأن يشفع، تقبل وسطته. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام، ثم قال وما رأيكم في هذا؟ رجل آخر، فقال الناس هذا حري بأن قال لا يسمع، الناس ما تلتفت على كلامه. وإذا خطب لا ينكح، ما يزوجونه. وإذا شفع لا يشفع، ما يقبلون وساطته. فقال عليه الصلاة والسلام عن الثاني قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. من ملء الأرض، يعني شو من ملء الأرض؟ يعني تخيل الأرض كلها الحين اليوم كم فيها؟ 7 مليار، قريب 8 مليار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الثاني يسوى 7 مليار من الأول. لذلك الناس ما يوزنون بأعدادهم. لا تغرك الأعداد، لا تغرك الكثرة. أنا اليوم أقول لكم من الحين عندي هدف في هذه المحاضرة، اليوم نبي نكسر صنم اسمه صنم الكثرة والانبهار بالكثرة. شوف الحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يسوى ملء الأرض من هذا. فالعبرة مو بالكثرة، أصلاً أحيانا تكون الكثرة مشكلة، بعض الزيادات نقص، بعض الحضور الغياب أطلب منه. تأمل معي بهذه الآية، الله سبحانه وتعالى يتكلم هنا عن المنافقين. المنافقين في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعوا، ما شاركوا. بعض المؤمنين كان ود أن هذول يوم، ليش؟ علشان العدد يصير يزيد. قال الله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم، يعني لو طلعوا معكم، ما زادوكم إلا خبالة، ما زادوكم إلا خبال وفتنة ونميمة وفساد. هذا شنو أحسن، يشاركون ولا ما يشاركون؟ لا، ما يشاركون أحسن. لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، غيابهم أفضل من حضورهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن آخر الزمن بين أن من الأمور اللي راح تصيب الأمة أنها تكون كثيرة في العدد، لكن النوعيات الله المستعان مو لهناك. تعرفون كم عدد المسلمين اليوم؟ مليار، أكثر من مليار، ترى مليار وثلاثمائة مليون تقريبا. كم عدد اليهود؟ 10 مليون. تخيل معي اليهود لا يساوون 1% من المسلمين عددا، يعني أقل من 1%. بس اليهود اليوم يعيثون فسادا في أحد أعظم مقدسات المسلمين اللي هو المسجد الأقصى. العبرة مو بالعدد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث يوشك، يعني يقترب، يعني راح يجي وقت أن تداعى عليكم الأمم. تداعى يعني تدعو بعضها. العزيمة شنو نسميها احنا؟ دعوة، ها؟ كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، القصعة اللي هو الصحن. يعني راح يجي الزمن الأمم يتداعون عليكم نفس الناس على الصحن. تفضل تفضل حياك، تعال تعال حياك، لا لا أنت تفضل حياك في مكان والأكل راهي ما شاء الله الخيرات، حياك تفضل.
كما تتداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة لما سمعوا هالكلام قالوا أكيد إحنا شوية الأمم تتداعى علينا، تتداعى ترى هذا دليل على أن الموضوع يعني ما في مشقة، سهولة يعني، حياك تفضل. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله أكيد إحنا راح نكون ذاك اليوم شنو؟ شوية. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنتم يومئذ كثير، كثير وايد، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وايد بس ماكو فايدة، عدد بس ماكو نوعية. قال عليه الصلاة والسلام ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، الأعداء ما راح يخافون منكم لأن السبب مو بالعدد، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. خالد بن الوليد في أحد الحوارات مع ملك الفرس كسرى كان يقول حق كسرى، قال جئتك بقوم، يقصد الصحابة واللي معاه من التابعين، يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. المسألة شنو؟ بالنوع مو بالكثرة مو بالرقم، ممكن يكونون وايد بس ما منهم فايدة، وممكن يكونون شوية بس أثرهم وايد كبير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يعني شوية ممكن يغلبون الكثرة. فالعبرة مو بالعدد. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في جلسة مع أصحابه فقال لهم تمنوا، ودي الحين أقول لكم هذه الكلمة، نبي واحد يعطينا أمنية من أمنيات الحياة. تمنوا يا شباب، من يعطينا أمنية من أمنياته؟ ندعي له أن الله سبحانه وتعالى يحققها له. تفضل. تصير طيار. تصير طيار، الله يوفقك. أنت ليكون على شان الصورة. الله يوفقك. تفضل. ختم القرآن. الله يفتح عليك، ختم القرآن، الله يوفقك. بعد. ماكو بس خلاص تذكر. تفضل. سيدي إمام مهدي. الله يفتح عليك ويبارك فيك. بعد اللي وحده. حسيني. عطنا أي أمنية. الله يفتح عليك. كل الأمنيات هذه طيبة. اسمع معي هذا الموقف، عمر قاعد مع مجموعة من أصحابه فقال لهم تمنوا نفس ما سوينا احنا تو. فواحد قال أتمنى ذهبا أنفقه في سبيل الله، وقال الثاني أتمنى لؤلؤا أنفقه في سبيل الله، وكذا وكذا. كل واحد قال أمنيته. فواحد ذكي من اللي قاعدين قال ماذا عن أمير المؤمنين؟ أنت شو تتمنى يا عمر؟ فقال رضي الله عنه قال أتمنى رجالا ملأ هذه الدار مثل أبو عبيدة عامر بن الجراح. شنو أمنيته؟ رجال مثل أبو عبيدة بن الجراح. ليش؟ ايش معنى؟ اسالكم الحين، ايش معنى عمر بن الخطاب اختار هذه الامنيه؟ رجال مثل ابو عبيده بن الجراح، ويعني شنو راح يفرق؟ ايش رايك الحبيب؟ ما سمعت؟ صبور صبور. ممكن يكون صبور، ممكن يكون في صفات. حلو، سعود. اكيد من صفاته، اكيد من صفاته، 100%. عمر بن الخطاب يا جماعه من اكثر الناس اللي يعرف أثر النوعية على الأمة، لأن هو عمر نفسه كان بيوم من الأيام أمنية من أمنيات الرسول صلى الله عليه وسلم. في مكة في بداية الدعوة كانوا الناس يسلمون شوي شوي، واحد واحد يسلمون شيء بالسر، ما حد يدري عن الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان عمر بن الخطاب يسلم بالذات، يعني وضع الاسلام راح يتغير لو اسلم رجل واحد
إذا رجل واحد مو بالضرورة يتغير، بس إذا رجل نفس عمره إيه راح تفرق المسألة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى واحد من هذين يسلم. في حديث: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. إيش معنى؟ إيش رأيكم يا شباب؟ إيش معنى؟ أهم شيء واحد يسلم، إيش معنى عمر يسلم؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم يبي عمر اللي يسلم؟ إيش رأيك الحبيب؟ تفوز من قوة قلبه. من قوة قلبه، جميل. تفضل. رجل شجاع كان يطق 10. لأنه شجاع، جميل، تفضل. حكيم، رائع. كان في صفات للإسلام يحتاجها في الوقت، رائع جدا، تفضل. عادل، كان عادل. أحسنت، صار بعدين هو الخليفة عادل. تفضل. مكانته عالية. مكانته عالية في قومه. 100%. كل اللي قلته صحيح. إسلام عمر بن الخطاب يا شباب كان حدث فارق في السيرة. يعني تفتح كتب السيرة تقرأ مثلا نزول الوحي، الدعوة السرية، الدعوة الجهرية، غزوة أحد، غزوة بدر، غزوة الأحزاب، أحداث السيرة. تلقى في فصل اسمه شنو؟ إسلام عمر بن الخطاب. لأن إسلامه سوى فرق، سوى فرق بمكة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا أذلة حتى أسلم عمر. تغيرت الحسبة، تغيرت الحسبة بمكة. يقول: ما كان الواحد منا يجرؤ أن يصلي في البيت، يعني بيت الحرام، حتى أسلم عمر. تغيرت الحسبة. فهو عمر يعرف أن الرجال بنوعياتهم، ذلك كان عنده اختبارات معرفة الرجال. كان عنده اختبار مرة، كان قاعد وأمام رجل فقام يتكلم يثني على رجل آخر: فلان والنعم فيه كذا كذا، يمدح صفاته. شوف الحين الاختبار، اختبار التوفل مال عمر بن الخطاب. كان يقول له: أنت الحين اللي قاعد تمدحه، بس لك ثلاث أسئلة. تفضل. قال: هل أنت جاره الأدنى؟ هل هو جارك القريب منك فتعرف صباحه ومساءه؟ لأن الجار القريب يطلع على أسرار متعلقة في جاره ما يعرفونها باقي الناس بحكم الجيرة، صح ولا لا؟ قال: لا والله أنا مو جار. فقال عمر: إذا لعلك عاملته بالذهب والفضة الذين بهما تعرف أمانة الرجال. أكيد أنت تعاملت معه بالذهب والفضة وطلعت على أمانته، عشان كذي انت قاعد تمدحه. قال: لا والله. قال عمر: اذا لعلك قد سافرت معه السفر الذي يكشف اخلاق الرجال. يا انك جاره فتعرف اسراره، يا انك متعامل معه بالذهب والفضه، يا انك مسافر معه. الشاهد ان كل هذين الثلاثه يجمعهم شيء، اللي هو شنو؟ معرفه باطن الإنسان، سر الإنسان. قال: لا يا رب يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب: إذا أنت لا تعرفه، شلون قاعد تمدحه؟ أنت ما تعرفه أصلاً. أو لعلك رأيته في المسجد يخفض رأسه ويرفع، يمكن أنت شفته بس في المسجد يسجد ويركع، فقلت هذا أكيد خوش واحد. عمر بن الخطاب هني علمنا أن ننظر إلى شنو؟ إلى الظاهر ولا إلى الباطن؟ إلى الباطن. إن الواحد يختبر الناس عشان يكتشف نوعياتهم، وما يغتر بالمظاهر. لذلك أكبر أمنية عنده رجال مثل أبو عبيدة بن الجراح. كل هذا يؤكد على معنى أن الرجال بنوعياتهم. لذلك ممكن يكون في رجل يسوى 1000 و1000 واحد ما يسوون هذا الرجل. لذلك اسم هذه الدورة الرجل 1000،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس شيء أخير من ألف مثله إلا الإنسان. يعني يأتي الإنسان واحد يسوي ألف، الأشياء الثانية بينها تفاضل بس مو لهذه الدرجة. الإنسان لا يصير تفاضل، الواحد يسوى ألف بل يسوى أحيانا مثل ما قلنا توه ملء الأرض من غيره. أحيانا الواحد يكون عنده شغلة واحدة معينة متميز فيها، هذه الشغلة تخليه يسوى عشرة بل مئة بل ألف. في الحديث: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. تخيل معي، يعني معركة جيش، الحين تتكون جيش. الحديث يقول لك لو قدامك خيارين، ألف جندي، ترى ألف جندي مو شوية، وايد، أو أبو طلحة. الحديث يقول لك اخذ منه أبو طلحة. ليش؟ لأن صوته أثر على المسلمين كبير، بصوته يحمس الناس الحرب، تبي ناس يشجعون، مو حرب واحد يعني شجعها عافية عافية يلا شد حيلك يلا يا بطل يلا يا الوحش، لا لا، الحرب تحتاج واحد يلا شد حيلك يا البطل تقدم امضي إلى الأمام. الجيش يحتاج أحد يشجعه، صوته يسوى ألف جندي. ترى العبرة مو بس بالصوت، وايد أشياء ممكن تصير عند الواحد تخليه يسوى ألف. ممكن كاميرتك تسوى ألف رجل لما تصور فيها اللقطات، اللي مثلا الناس اللي تسافر إلى المشاريع الخيرية، واحد يصور لقطة تخلي الناس تتبرع بآلاف الدنانير مساعدة للمحتاجين، هذا كاميرته بألف رجل. واحد ثاني ممكن قلمه بألف رجل لما يكتب ينصر الحق أو يزهق الباطل، قلمه يصير بألف رجل. واحد خلق عنده، توا تكلمنا عن أبو عبيدة بن الجراح، من يعرف شنو الصفة المميزة مالت أبو عبيدة بن الجراح؟ تفضل. أحسنت، أبو عبيدة بن الجراح رمز الأمانة، أمين هذه الأمة أبا عبيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأمانتك بمهاراتك ممكن تصير الرجل الألف اللي يسوى ألف شخص، وحضوره أولى من حضور ألف شخص، يغطي عنهم وهم ما يغطون عنه. وهذه هي صفة الرجل. لازم نعرف شباب فرق بين أمرين اثنين، في شيء اسمه ذكورة، في شيء اسمه رجولة. شنو الفرق بينهم شباب السطر الأخير؟ شنو الفرق بين الذكورة والرجولة؟ ولا هما نفس المعنى؟ تفضل الحبيب أنت. أي نعم، ايه يكون يسوي نفسه غيار، ايه حلو، يتصنع تصرفات معينة. حلو، تفضل الحرف. الريال شيء يكون الله يختاره، اما الذكورة شيء ما يختاره. رائع. في واحد اختار منه هني قبل لا يطلع على الدنيا يصير ذكر؟ مو بالاختيار، الذكورة هذا شيء كتب عليك، طلعت إلى هذا العالم ذكر. بس الرجولة مكتسبة، اختيار. يعني ممكن واحد يظل ذكر 70 سنة، إيه ممكن يعني يصير عمره 70 سنة وهو مو رجل. إيه نعم يصير. الرجولة أمر زائد عن الذكورة، كل رجل ذكر، لكن مو كل ذكر رجل. لكن حتى في اللغة شوف كلمة رجل لها معنى، رجولة نادرة، يعني كمال الصفات المميزة بالرجل. وهذا المصطلح اسمه مصطلح الرجولية. أظهر رجولة يعني أظهر قوة وشجاعة وحنكة. فالموضوع مختلف، ممكن الواحد يظل ذكر طول عمره ما يصير رجل، ممكن واحد عمره 10 سنين تكتمل فيه صفات الرجولة، وواحد عمره 70 سنة ما ذكر. بس طبعا الموضوع اللي احنا راح نتكلم فيه اللي هي صفات هذه الرجولة. لكن قبل ذلك نبي نتكلم عن
بعض المفاهيم اليوم عند الناس، في مفاهيم غلط حول الرجوله عند وايد من الشباب، صح ولا لا؟ مثل شنو اشياء اليوم غلط بعض الشباب يفسرها انها هي رجوله، بس هي مو رجوله. تفضل عمر. التدخين. بعض الشباب يظن انه اذا يبي ينقل نفسه من عالم الصغار الى عالم الكبار شو يسوي؟ يدخن. بعد تفضل السب. كل كلام ما ارد على احد، ما ارد على احد. الكلام اللي ببالي اقوله بتطقر. بعض الناس يظن ان هذه رجوله. تفضل. الاستغواء على الضعفاء. الاستغواء على الضعفاء مثل منو؟ مثل منو؟ يعني الضعفاء اللي يستقبلون يستقون عليهم بعض الشباب اليوم. أصغر. اللي أصغر منه بالسن بعد. الصغار البنات خواته بعد. العمال. الخدم. هذه كلها مفاهيم خاطئة للرجولة موجودة اليوم، راح نتناولها واحد واحد. مثل ما تفضلت. أول شيء بعض الشباب يظن أن الرجولة مرحلة معينة. رقم معين إذا وصلت له أنا راح أصير رجل، وهذا ظن خاطئ. الرجولة صفات مو رقم. صفات إذا تمثلت في الإنسان يوصف بالرجولة، مو رقم. ممكن تصير واحد عمره 12 13 14 رجل، واحد عمره 30 40 ما فيه يمكن ولا صفة من صفات الرجولة. أيضا منها فكرة العنف مثل ما تفضلتم، يظن ان رجولته بان يستقوى على الضعفاء، وهذا نقص. هذا نقص. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العكس تماما هو الصحيح. الرجوله مو بان الواحد يظهر غضبه على الضعفاء، لا، العكس تماما هو الصحيح. الرجوله ان الواحد يتحكم بنفسه، يضبط غضبه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه، مو الشديد اللي يصفع الناس ويطقهم، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه، يعني يمسك نفسه عند الغضب، يتحكم بنفسه. مو أي كلمة تطلع على باله يقولها، مو على طول يمديده، لا. بين هذا الشعور الداخلي اللي في الناس اللي هو الغضب وبين ردة الفعل في منطقة صغيرة الواحد يفكر فيها، شنو التصرف المناسب مثل هالموقف. اليوم للأسف منتشر عندنا القتل. شنو أكبر سبب للقتل بالكويت؟ خزني. خزني وخزك. شو فيك تخز؟ ما خزيت. شو فيك تخز؟ إيه قاعد أخزك شتى؟ تكلم عدل. لا ما تكلم عدل. لا تربع صوت. لا أربع صوت. طعنة مات. شو السالفة؟ أو يذبحون بعض عشان؟ باركينج يصفط، روح يصفط. او لف عليك، او قال لي كلمه. هذه كلها اسباب تدل على تفاهه، تدل على نقص. قبل لا يكون نقص في الدين، نقص الرجوله. الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب، واللي مد ايده على خواته ترى اسف بس هذا التصرف لا يمكن ان يفعله رجل. الرجل الحق يفترض ان يكون هو السند، وهو الأمن، وهو الحماية. المفروض أختك تطمن لأن أنت موجود بحياتها. اليوم للأسف الواقع وايد من الشباب، الواقع شلون صاير؟ العكس. أكبر خطر بحياتها وجود هذا الأخ، إلى درجة أن البيت اللي المفترض يكون هو مكان الأمن قاعد يصير بالنسبة للبعض مكان خوف وأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم يا شباب طول عمره ما ضرب امرأة قط، ما ضرب امرأة قط. كذلك اللي يستقوي على الخدم، والله أذكر في مأكولات خفيفة قرطبة قبل، والله على الحين أذكر أيام ما كنت متوسط كنت دائما حلوم وشغلات بطاطا كتشب. كان ورا الكاشير في لوحة، والله العظيم كني أشوفها للحين. شنو تقول العبارة؟ تقول: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. والله العظيم أثرت فيني والله.
الحين ببالي، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك. ترى إذا أنت تقدر على أهل الضعيف الله يقدر عليك أكثر. كذلك بعض الشباب يظن أن الرجولة أن أنا أسوي اللي يطري على بالي، بالطقاق الدين، بالطقاق القانون، بالطقاق الأخلاق، اللي يطري على بالي أسويه. يا ابن الحلال هذا حرام، خير والله ماكش صح، تعرفون ده والله عظيم ما بقى شيء عادي هذا والله، ما عنده لا يسد يسوق والله عظيم بحثت عنك خلاص فلة يبقى الباب فلة كوم صل حجي خلنا نستانس رونج سايد يقحص حسباله بهذا الصفات هو شنو قاعد يصير؟ رجل لا الرجولة مو بكسر القيود، الرجولة باحترامها إذا كانت هذه القيود صحيحة. الشخص اللي يظن أن رجولته تكتمل بزقالة أو بليسن أو بكلام يفوه فيه غلط أو بأنه يتعرض لبنات الناس، هذا فاهم الرجولة غلط. الرجولة أكبر من هذا بكثير. هناك صفات ذكرها لنا القرآن تبين لنا المعنى الصحيح للرجولة، راح نأتي لها بعد قليل. هذه من الإحصائيات اللي تدل لنا في شيء غلط يا جماعة. تخيل جراء من الأحداث، الأحداث يعني اللي هم الشباب اللي عمره كم؟ 18 ولا 21؟ 18. جراء من الأحداث في الكويت تفوق المعدل العالمي بنسبة كم؟ 400%. يعني كم ضعف؟ 4 أضعاف. هذا سنة 2018. السنة اللي طافت 2021 زادت نسبة جرائم الاعتداء على المال العام بالنسبة للأحداث نسبة كم؟ 372%. أوف أكيد في شيء غلط، لأن هذا وضع مو طبيعي. برأيكم يا شباب شنو السبب ارتفاع معدل الجريمة؟ ليش الأرقام تصل إلى هذه الدرجة؟ تفضل. ضعف الرقابة الأهلية. جميل، ضعف رقابة الأهل هذا عامل. تفضل عبد الرحمن. مخدرات، اليوم منتشرة المخدرات بشكل غريب بين الشباب. للأسف الشخص اللي ما عنده معيار يميز بين الصح والخطأ، الشخص الأمعه هو الشخص اللي يطيح بهية للمخدرات، ما يميز بين الصح والغلط. بس أول واحد قال له جربها على طول يجرب. بعد فضل أصحاب السوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله. أحسنت. تفضل العم. ما أسمع. قلة الإيمان، قل ضعف الواقع الديني. أحسنت، قلة الإيمان. الحبيب آخر واحد في الزاوية، الفراغ إن الواحد ما عنده شيء يسويه، لا قاعد يتعلم، لا هواية، هذا ممكن يسبب وقوعه في الجرائم. تفضل. ما في وعي، نقص الوعي مثل ما تفضلتوا، كلها هذه أسباب للأسف فعلا تؤدي إلى الوقوع في الجريمة، ومنها التهور والفهم الخاطئ للرجولة. يظن إنه خلاص هو باله إن أنا الحين لازم أتصرف ما أريد بدون مراعاة أي ضابط. ليست هذه أصلا هي الرجولة، ولا هذا المفهوم الصحيح للرجولة. القرآن الكريم هو اللي علمنا المعاني اللي تفيدنا في هذه الحياة، تكلم عن هذا الموضوع، ذكر العديد من صفات الرجولة منها الطهارة. يقول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، أو والله يحب المطهرين. الطهارة وهي تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية، حسية يعني تتعلق بنظافة البدن، وطهارة معنوية. الله سبحانه وتعالى يقول وثيابك فطهر، نظافة جزء من الرجولة. يذكرون أن من مروءة الرجل طيب الرائحة، حسن المظهر، مو يعني الترف، مو يعني الماركات، مو يعني الشيء اللافت للنظر ان كل الناس طالعه، لا لا،
يعني النظافة وحسن الهيئة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مروءة الرجل، كان عليه الصلاة والسلام دائما يحرص أن رائحته تكون طيبة، وكان لا يرد الطيب، وكان أحب الأشياء له من أمر الدنيا الطيب، وكان ما يدخل بيتهم إلا متسوك، وأول ما يقوم من النوم يتسوك، وإذا يبي يصلي يتسوك، وإذا يبي يتوضأ يتسوك. كل هذا ليش؟ طهارة لبدنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كذلك الطهارة الباطنية اللي هي طهارة القلب، طهارة من الغل، من الحسد، من الشرك، من الشهوات، من الشبهات، من الأمور اللي تعكر صفو هذا القلب، من متابعة الحرام. هذه كلها أمور تنقص من مروءة الإنسان. والله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم يحبون أن يتطهروا، دائما يحرصون على أن بدنهم يكون طاهر، وقلبهم أيضا يكون طاهر. أيضا من صفات الرجولة في القرآن الكريم تقديم الواجبات على المصالح وعلى كل شيء. الرجولة تقديس الواجب، الواجب الديني، الواجب الاجتماعي، الرجل عنده قدسية للواجب، لازم يسوي الواجب. حتى اليوم مصطلحنا اللي بيزور مريض، اللي بيروح عزاء، اللي بيروح عرس، شنو يسوون هذه المشاوير؟ مواجيب لازم تصير، وعلى رأس هذه المواجيب الفرائض. ذلك الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قاعد بالمحل الناس قاعد تشتري منه وقاعد يبيع قاعد يطلع ربح، بس إذا قال المؤذن حي على الصلاة صك الباب وراح صلي. يمكن يكون قاعد يلعب يستانس، قال المؤذن حي على الصلاة ترك اللعب وراح صلي. يمكن يكون نايم، قال المؤذن الصلاة خير من النوم، قام من فراشه صلي. الرجل الحقيقي يقدس الواجب، عنده الواجب قبل كل شيء. الواجب أهم من الراحة. النوم حلو بس الواجب أولى. الواجب أولى من المصلحة، إنه يبيع ويشتري هذه مصلحة، بس الصلاة لا أولى. الواجب فوق كل شيء. الواجب رقم واحد. حتى فيما يتعلق بتعامله مع الله عز وجل أولاً، وفي تعامله مع الناس دائما يحرص على أنه يؤدي الواجب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أيضا الرجل يشعر أن هناك مسؤولية تجاه الآخرين، يساعد المحتاجين، ينصرهم. ما نقص في الرجل أن يكون مسكر على نفس الباب وقاعد سماعته بذنه وقاعد يلعب سوني طول الوقت. تصير أشياء في الصالة ما له شغل، والله يمكن لو البيت يترك ما يدري إلا من المطافي. هذا نقص، لازم يشعر أن هناك مسؤولية تجاه الآخرين. والله سبحانه وتعالى قصدنا أكثر من موقف يدل على هذا المعنى، منها قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. في مدينة مصر اللي كان فيها موسى عليه السلام كان في خطة أنهم يقتلون موسى. موسى ما يدري. في واحد سمع عن هذا الخبر وهو في آخر المدينة بعيد. قال الله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة، قام فز من مكانه يسعى. يسعى يعني شنو؟ يعني ممكن يتمشى على راحته، طايح شاف محطة كان يقعد ترولي. لا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يسعى يعني شنو؟ يركض ركض، لأن في خبر لازم يبلغ بسرعة، يبي ينقذ إنسان. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. أما توقع أن قال يا موسى لا لا يلا بسرعة فاخرج اطلع إني لك من الناصحين.
الرجل هو اللي عنده هذا الحس بالفزع النجدة، يساعد الآخرين، يبذل من نفسه ومن وقته ومن ماله عشان يعين الآخرين. والحين ودي أضرب لكم يعني مثال، خلينا نشوف ناخذ رأيكم فيه. تخيل معي الحين في الطريق انت رايح الشارع مثلا، لقيت سياره واقفه، حلو، هذه السياره فيها مثلا نقول بنشر، فيها بنات، توقف تساعد ولا ما توقف تساعد؟ ايش رايكم وليش؟ تفضل. اوقف تساعد. حلو، ليش؟ لانه ما يعرفون شيء بالنسبه لي. جميل، في اجابه اخرى؟ تفضل. ادق على احد الشرطه او اي شيء يساعد. حلو، تتصرف يعني. تفضل. ساعدهم. حلو، تفضل. يعني اشوف شنو مشكلتهم، احاول يعني اساعدهم بطريقه. حلو، ايش رايكم باللي يوقف؟ حلو، كل اللي قلته حلو. قبل لا يساعدهم ممكن اسمع بك، ايش رايكم بهذا التصرف؟ رجولي ولا مو رجولي؟ أنا بعطيكم موقف الحين مشابه صار في القرآن الكريم وشلون التصرف يصير مثل هذه المسألة. موسى عليه السلام شاف مجموعة من الرعاة قاعدين يسقون غنمهم، حلو، وفي ثنتين بنات بعاد. الرجولة هي الإحساس بالآخرين، يحس إنه يمكن هذا يحتاج مساعدة، يمكن هذا عنده شعور تجاه الآخرين، يحس. فراح موسى عليه السلام للبنات. الحين نعرف شلون الواحد يفزع حق بنات الناس بأخلاق الرجال، بمروءة الرجال. أول ما راح موسى قال: ما خطبكما؟ يعني شنو موضوعكم؟ ما قال ممكن نتعرف. أول شيء شنو قال؟ ما خطبكما؟ يبي يتعرف على المشكلة. قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يعني احنا ما نقدر نخالط الرجال، فننطرهم لما يخلصون بعدين احنا نسقي. وابونا شيخ كبير، يعني احنا جينا لان محتاجين، ابونا رجل كبير ما يقدر يقوم بهذه المهمه. سوى موسى عليه السلام اول شيء تعرف عليه المشكله، ما خطبكما؟ عرف الموضوع. قال الله عز وجل مباشره: فسقى لهما. ما قال حاضر عندي موضوع، لا، تعرف على المشكلة على طول شنو حلها. فسقى لهما. بعد ما خلص حاضرين للطيبين، ها، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. سأل عن المشكلة، تعرف عليها، حلها بدون ما ينطلب منه، تولى بدون أن يطلب مقابل. هذه مروءة الرجال إذا تدخلوا في مساعدة الآخرين، مو شيء لحسابه، مو يساعد بعدين الحين أدز منك، خلاص قدم المساعدة ويتوكل على الله. أيضا من صفات الرجال في القرآن الكريم الصدق. الصدق هذه صفة الرجولة الأساسية. يفقد الرجل رجولته بمقدار ما يفقد من مصداقيته. الصدق صفة ينبغي على الرجل أن يحافظ عليها حتى لو كان مكلف بالنسبة له. الصدق من جاء، حتى لو كان الصدق يوهقك خليك صادق. أنك تتوهق بالصدق أحسن ما أنك ترتاح بالكذب. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بصدقهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه الآية لها سبب نزول. عقب ما انتهت غزوة بدر، بعض الصحابة اللي ما شاركوا منهم أنس بن النضر، عم أنس بن مالك، أنس بن النضر قال: لئن شهدت مع رسول الله مشهدا لا يرين الله ما أصنع. خطصير غزوة ثانية والله يشوف أنا شو أسوي. كذا ما نتحسف إنه ما شارك غزوة بدر. بعد سنة تقريبا صارت غزوة أحد.
وشارك فيها مع الجيش. وتدرون غزوة أحد كانت غزوة صعبة، النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً كاد أن يقتل فيها، أصلاً طلعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صابي قتل، والناس يئست وتحبطت لما سمعت هالكلام. أصلاً في ناس وقفوا من القتال لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فأنس بن النضر في هذا الموقف كان يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني الكفار لما يقاتلون المسلمين وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يقصد منهم المسلمين اللي تحبطوا ووقفوا عن القتال. كان يروح ويدش بالجيش المشرك إلى أن تلقى أكثر من 80 إصابة في جسمه بين طعن ورمية بسهم، حتى ما عرفه أصلاً من القتلة إلا أخته قالت هذه شامة أنس بن النضر. عطى كلمة وكان شنو؟ قدها قدها. وهكذا الرجل إذا عطى كلمة يلتزم فيها. اليوم وايد ناس يقول عطني دليل ان انا قلت كذي، عطني ورقه اثبت لي ان انا وقعت على هذا الشيء. هذه الاوراق هذه تثبت الحقوق عند منو؟ عند المحاكم، هذه يلزم فيها القانون. لكن الدين والرجوله شنو اللي يلزم فيها؟ الكلمه. الكلمه مو سهله. الرجل الكفو اللي اذا قال كلمه سواها. آخر صفة التثبيت عند الشدائد. تصير بحياتنا وايد مشاكل وبلاوي، مثلاً وفاة أو مصيبة، الرجل مو بس اللي يثبت في الشدائد، لا، الرجل الحقيقي يفترض أن يكون هو مصدر تثبيت للآخرين، هو ثابت في نفسه ويثبت غيره. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا الموقف لرجلين من قوم موسى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. موسى عليه السلام كان يأمر قومه بأنهم يدخلون الأرض المقدسة للقتال، فقوم موسى رجعوا، فظهر منهم الاثنين اللي الله سماهم شنو؟ رجال، لأن موقف رجولي. كانوا يثبتون الناس ويأمرونهم بالعزيمة. فهذا أيضا من الأدوار اللي يفترض على الرجل الحقيقي أنه يحرص عليها. إذا صارت مشكلة في بيتهم أهله يحاول كثر ما يقدر أنه يكون سبب في طمأنينة الآخرين. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الغار لما النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر، شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم حق أبو بكر؟ لا تحزن إن الله معنا. مثل ما قال يوسف من قبل حق أخوه، لا تبتئس إني أنا أخوك فلا تبتئس. الرجل الحقيقي هو اللي يحاول أن ينشر الأمان ويقلل من مخاوف الآخرين. هذه مجموعة من الصفات التي نستفيدها من كلام الله سبحانه وتعالى لبيان صفة الرجل الحقيقي. أبي أخذ رأيكم بهذه الصورة، إيش رأيكم بهذه الصورة؟ نبي رأيكم، تفضل. طفولة متأخرة. شباب الصورة مقبولة ولا لا؟ فيها شيء غلط؟ وايد؟ منو قال وايد؟ شنو الغلط؟ شكله ما لبسه ما يتناسب مع عمره، مع لحيته. بعد الحسين ايش رايك بالصوره؟ ليش غلط؟ لابس ملابس بنات. حلو. بعد تفضل. هذا التصرف مقبول من طفل، يعني ان انت تفتح الباب تلقى طفل عمره سنتين لابس كذي وقاعد يلعب، مقبول ولا مو مقبول؟ تفتح الدار تلقى واحد عمره 40 سنة لابس كذي وقاعد يلعب، مقبول ولا مو مقبول؟ مو مقبول.
شباب شفتوا هذه الصورة؟ هذه هي تمثل لنا معنى التفاهة، إن الواحد يتصرف تصرف وايد تافه وسخيف، لا يتناسب لا مع عمره ولا مع عقله ولا مع دينه ولا مع أخلاقه. هذا هو معنى التفاهة باختصار في اللغة لما يتكلمون عن هالكلمة، كلمة التافه. يقول لك أسلوب تافه يعني ركيك، رجل تافه غير متزن، قليل العقل، لا قيمة لأعماله، حقير. قدم له طعاما تافها، يعني هذا الطعام ما فيه طعم، ماسخ. هذا هو معنى التفاهة في اللغة. هل المسلم الحق اللي يطبق الإسلام ممكن يكون تافه، ولا ما يصير الجمع بين الإسلام والتفاهة؟ ايش رأيكم؟ المسلم الصح اللي بيطبق الدين هل ممكن يكون شخص تافه او لا؟ تفضل. ليش؟ يا سلام، لان الاسلام فيه احكام ما تقبل ان اللي يطبقها يكون تافه. حلو، بعد تفضل. لا يمكن يكون تافه لانه اجتمعت فيه صفات الرجوله. يا سلام، المسلم الحق يجب ان تجتمع فيه صفات الرجوله، فلا يمكن ان يكون انسان تافه وسخيف. رائع، بعد تفضل. الله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن الأصل أن يكون عزيز، والإنسان العزيز لا يمكن أن يكون تافه. كل اللي تفضلته فيه صحيح، وأبي أزيد عليها السبب. المسلم شباب تصوره للحياة تصور جاد، هذا التصور إذا فهم الإنسان عدل وعاش حياته بناء عليه لا يمكن أن يكون إنسان تافه. الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. المسلم يعتقد أنه هو عايش هذه الحياة لأداء مهمة عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والدين فيه تكاليف كثيرة، هذه التكاليف اللي يبي يطبقها لا يمكن أن يكون تافه. أيضا المسلم يعتقد أن هذه الحياة اختبار ليبلوكم، يعني ليختبركم أيكم أحسن عمله، وهو يعتقد أنه راح يحاسب، راح يحاسب على حياته، على عمره، على وقته، على ماله. هذا التصور إذا الواحد فهمه صح لا يمكن أن يعيش حياته حياة التافهين. لكن هناك عقائد لا ممكن الواحد يعتقدها ويصير تافه، نفس هذه العقيدة اللي الله سبحانه وتعالى ذكر لنا إياها في القرآن، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ شنو يعني يترك سدى؟ تفضل. هملا، جميل، ما يحاسب، رائع، ما منا فائدة، بلا قيود. أحسنتم، السدى يعني أيحسب الإنسان أن يترك بدون أمر، بدون نهي، بدون حساب؟ الإنسان اللي يعتقد أنه هو موجود في هذه الحياة بدون أمر، بدون نهي، بدون حساب، ممكن يصير إنسان تافه ولا لا؟ ممكن. كل ما تقول له شيء يقول لك يا عمي بطقاك، نفس ما كانوا الكفار قبل يقولون، كانوا يقولون الكفار المشركين إنما هي أرحام تدفع، أرحام تخرجنا إلى هذا العالم، وأرض تبلع. حكى لنا القرآن عقيدتهم بقوله إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ولا راح نتحاسب ولا شيء، خلنا نفلها، فلها وربك حلها، بدون ربك حتى ما بس فلها، فلها استانس، ما وراك شيء، ما وراك حساب، ما وراك جنة، ما وراك نار، ما وراك أحد راح يحاسبك على وقتك على مالك بطقاق. هذا التصور ممكن يخرج لنا ناس تافهين، لكن الدين لا يمكن أن يخرج ناس تافهين، لأنه هو دين جاد. اليوم في تفاهة منتشرة في العالم، وهذه لها صور وايد، أتوقع لو تفتح اليوتيوب راح تشوف وايد من صور التفاهة، صح ولا لا؟ منو يعطينا بعض صور التفاهة المنتشرة؟ تفضل. الله يسعدك.
أحسنت. الرقص شباب رجال المفروض يكونون في عمر الرجال تلقاهم يرقصون بشكل لا يليق، يتكسرون بصوتهم أو بحركاتهم، هذا يتنافى مع الجدية ويتنافى مع الرجولة. حلو، بعد تفضل. ترند بعض البرامج بالتيك توك وغيره، بعض التصرفات المنافية للآداب، صح؟ بعد تفضل. تحديات الأكل، تتحدى أكل 100 تشيز برجر، تتحدى أكل 10 بيتزات كاملين. الرجل الذي أكل خروفا ليلة القضاء على النقانق، أكل 300 قطعة، ما هذا يتنافى مع الجدية ويتنافى مع الرجولة. راح نجي له هذا، والله أحسنت على هالمثال هذا فعلا. بعد تفضل. التقليد الأعمى، معاهم معاهم عليهم عليهم، كل هذه مظاهر للتفاهة في هذه الحياة، وهذا واقع موجود راح نتناولها الآن. أول شيء ما في هدف، تلقى في ناس ما عندهم هدف، مثل هذه الصورة، هذول أنا أسميهم الأطفال الكبار. في أطفال كبار؟ إيه في أطفال كبار عمره ممكن يوصل 20، بس كل همه وناسته وألعابه. هذا طفل حتى لو صار عمره 20، لأن مثل ما أخذنا قبل قليل الرجولة عمر، مو عمر، الرجولة أفعال صفات مكتسبة. الإنسان اللي عايش هملا بس هم المتعة واللذة هذا طفل، هذه عقلية الأطفال. كذي الأطفال كله ألعابي مالي وناستي، ما حد له شغل فيني، يحسب أن كل شيء له، يحسب بس هو الوحيد اللي من حق أنه يستانس في العالم. هذه عقلية شنو؟ الطفل، حتى لو كبر الإنسان. فغياب الأهداف الكبرى من أمر الدين أو الدنيا هذا مظهر مظاهر التفاهة. ذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إني أكره أن أرى الرجل ليس في شيء، لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، قاعد كذي سبهللة تيك توك يوتيوب سناب إنستغرام بس بدون ما في إضافة. أنا ما أقول إن غلط إن الواحد يستانس، استانس، لكن الأصل في الحياة مو الوناسة، الغالب في الحياة مو الوناسة. الوناسة جزء مطلوب، لكن مو الوناسة هي كل شيء ولا هي أكبر شيء. الأصل أن الواحد يشغل نفسه بالأعمال النافعة المفيدة سواء بدينه أو بدنياه، بعدين يريح شوي يستانس ثم يواصل. أما الإنسان اللي كل حياته دائرة على المتعة وما عنده هدف، هذا مظهر من مظاهر التفاهة. أيضا منها الانغماس باللذة. وين اللي قال توا تحديات الأكل؟ هذا التحدي 30,000 سعرة. ليش؟ ليش؟ يعني ألفية له مو كذي صج والله. هذا الأكل من أجل الأكل وبس، ترى هذا مو أكل المسلمين، مو أكل المسلمين. الأكل والتمتع فيه نعمة الحمد لله ونحمد الله عليها، لكن مو التحدي أصل 30,000 سعرة. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكفار يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بس ما تأكل البهائم. هذه مو حياة المسلمين، الإكثار من الأكل وبس، مو علشان واحد يجوع ولا حتى عشان يتمتع، لا، لأن الأكل أصلا هذا تقل متعته ولا ما تقل. يعني التشيز برجر رقم 80 مو نفس التشيز برجر الأولى، صح؟ خلاص راحت اللذة، بس هو شنو؟ أنا حاط هدف أن أكل 100، ها مو صحيح. هذا الانغماس باللذة بشكل مو طبيعي. حتى النوم، في نوم اسمه نوم المسلمين. شنو نوم المسلمين؟ حلو، أنا ما أقصد بالوقت، حلو، أقصد بالهدف. المسلم لما ينام في شيء يحط بباله، الصلاة، لازم بباله الصلاة، ينام قبل الأذان بنص ساعة. لا هذا مو نوم المسلمين. بعدين يقوم متى؟
العصر يصلي ركعتين الفجر، أربع الظهر، أربع العصر، هذيلا كم مجموعهم؟ خلاص بقيت واحدة صلها عشان تصير التراويح 11 ركعة تمام. مو صحيح. المسلم مثل ما قلنا قبل شوي عنده الواجب قبل كل شيء، الواجب قبل كل شيء، يستانس يستمتع لكن بقدر. ما تكون هذه الوناسة بدون هدف وبدون محدودية. أيضا من مظاهر التفاهة اليوم مثل ما تفضلت قبل قليل الاغترار، الاغترار بكثير من المظاهر، منها الاغترار بالشهرة. هذا المقطع اللي شافه مليون، هذا المشهور اللي تابعونه 3 ملايين. شباب هذه ما لها أي قيمة، الكثرة ما لها أي قيمة، العبرة بالمضمون بالمحتوى مو بالشهرة. تلقى في ناس يوم همه يصير مشهور وبس بدون ما يراعي شنو قاعد يقدم. الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن أن الكثرة مو معيار تدل على أن هذا الشيء صح أو خطأ. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. منو فلورز أكثر، الأنبياء ولا إبليس؟ فلورز إبليس أكثر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصته بمؤمنين. قل لا يستوي الخبيث والطيب، الشيء الزين ما يتساوى مع الشيء الخبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث، حتى لو الشيء الخبيث منتشر انتشاره يلفت نظرك، ترى هذا ما يدل أنه هو صح. كثرة المتابعين ما تدل على أن هذا الإنسان يستحق أن يتابع، الكثرة ما هي معيار أبدا. كذلك بعض الناس اليوم يغتر مثلا شنو؟ بالعضلات. في مستوى معين طيب اللي هو الاهتمام بالصحة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ممتاز إن الواحد يهتم بصحته، ممتاز. لكن يا شباب القوة الجسدية بروحها مو مقصودة. يعني واحد قوي قوي أقوى من الثور، لو تحطه بالميزان يصير أثقل من الثور، بس ما عنده محتوى، ما عنده قيمة، ما عنده فكر، ما عنده أخلاق، منه فايدة ولا ما منه فايدة؟ ما منه فايدة. بعض الناس اليوم يأخذ أوبر صح؟ عشان يتفخ نفسه، شوفه بالشارع تقول ما شاء الله، وهو من داخل طل ماكو شيء. اغترار بالمظاهر، اغترار بالقوة الظاهرية اللي ما تدل أصلا على قوة نفس ولا قوة فكر. هذا الله سبحانه وتعالى شبه المنافقين بهذا الشيء، يقول وإذا رأيتهم، إذا شفتهم تعجبك أجسامهم، ما شاء الله مجسم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، بس بالنهاية خرطي ماكو شيء، كأنهم خشب مسندة. شنو يعني خشب مسندة؟ يعني الخشب اللي مركون على الطرف ما منه فايدة. في خشب نستخدم نفسه من هذا الخشب منه فايدة صح؟ ليش؟ شلون منه فايدة؟ واقفين عليه وقاعد، لا في خشب ما منه فايدة، بس كذي وزن ماخذ مساحة مسوي زحمة على الفاضي ماكو شيء. الاغترار بالمظاهر. لذلك كان من دعاء الصالحين يقولون اللهم أرنا الأشياء كما هي، يا رب نشوف الأشياء مثل ما هي عليه في الحقيقة، مو مثل ما أن مثلا الإعلام يحاول يطلع لنا إياها، لا مثل ما هي بالضبط عشان نميز بين الصح والخطأ. أيضا من مظاهر التفاهة أن الواحد يعيش بس حق نفسه، ما عنده استعداد أن يقدم أي مسؤولية تجاه الآخرين. هذا الإنسان اللي بس هم نفسه ينولد صغير ويعيش صغير ويموت صغير، وهذه الحياة ما تليق إلا بالأطفال. الياهل بس هو اللي يفكر بهذه الطريقة، حقي بنام باكل بلعب، هذه عقلية الأطفال، وهذه أيضا عقلية المنافقين. دائما القرآن إذا يبي يضرب لنا مثال لنوع رديء من الناس يشبه منه بالمنافقين. المنافق هو النموذج للإنسان الردي في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أهم شيء عنده نفسه،
أهم شيء عنده راحته، أهم شيء عنده وناسته. زين أهلك، ربعك، أمتك بالطقاق، أهم شيء إن أنا مستأنس. هذا شيء قاعد حط السماعة، تعرفون اللي حاط السماعة، زين قاعد يلعب وبرا. هذا اللي تونا قاعد أقول لكم، لو تصير حريجة بالصالة ما يدري، يكلمونه ما يسمع، ما يشوف، ما يشوف إلا نفسه، ما يشوف إلا راحته. وكان زين هو قاعد يشوف نفسه عدل، هو شنو يشوف نفسه؟ يشوف نفسه أكبر من حجمه الحقيقي، شوف نفسه أنه هو ملك، أنه هو اللي يستاهل كل شيء. أصلاً الناس يحظهم أنهم قاعد يشوفوني على شنو؟ هذا الفكر، أن الواحد بس همه نفسه، بس عايش بدائرته. كذلك الاتباع الأعمى ما يميز بين الصح والغلط، وهذا النوع الله سبحانه وتعالى شبهه لنا بالبهائم. نشوف الحين هذا المقطع علشان نفهم هذه الآية، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذا شفنا الحين هذا المقطع وعد ما راح تنسوا معنى هذه الآية خير شر. شوفوا المقطع، قاعد ينادي الناقة، الناقة هذه، الناقة الحين هذه تفهم الكلام؟ شنو تسمع هي؟ بس أصوات صح؟ تتبع الأصوات بدون ما تعرف معنى الكلام اللي قاعدين قال. كذي بعض الناس يتبع الأفكار، يتبع الكلام بدون ما أنه يحاول يفهم المضمون، بس يقلد. قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا، هذه عقلية الكافر، ما يليق بالمؤمن أن يفكر بهذه الطريقة، هذا الأمر يتنافى مع الإيمان. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل اللي قاعد ينادي الشيء اللي ما يفهم الكلام بس يسمع ويتبع الأصوات. هذه شخصية أيضا الإنسان التافه. أذن، هذه مجموعة شباب من النقاط اللي علينا أن نحذر منها حتى ما نكون جزء من هذا، من هذا الأمر اللي هو يتنافى مع دين الإسلام اللي هو الحياة، حياة التافهين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. مشكورين على حضوركم وبارك الله فيكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير، والحمد لله رب العالمين.